السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وما سنن الصيام وما مفسدات الصيام، كل هذه أحكام يجب على المسلم أن يتعلمها، وهذا ما سنوضحه في هذه الدروس بإذن الله عز وجل. أولا، على من يجب الصيام؟ الصيام يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم. خمسة شروط الصيام يجب على من؟ على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم. كل مسلم، لأن الإسلام شرط في قبول الأعمال، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بالغ، فالله عز وجل قد وضع التكليف عن الطفل أو الصبي الذي لم يبلغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، منهم الصبي حتى يحتلم. ثم ماذا؟ عاقل، لأن المجنون رفع عنه أيضا القلم. رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. إذا العقل شرط. ثم ماذا؟ قادر، قادر أن يستطيع الصيام، لديه القوة والصحة، فبهذا يخرج المريض ويخرج الشيخ العجوز ويخرج المسافر، وهؤلاء هم من يجوز لهم الفطر. يجوز الفطر لمن؟ الشيخ العجوز، لأنه لا يستطيع الصيام. قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني ايه وعلى الذين يطيقونه؟ انت لما قلنا كده احنا بنفهم يعني كده كلمة يطيق معناها يستطيع. ازاي ربنا يستخدمها هنا؟ ليس هكذا، وانما هذه الكلمة تسمى في اللغة من المضادات. بمعنى ماذا؟ بمعنى ان الكلمة تأتي بمعنى ونقيضه، كما يقول عن المريض: اسأله عني هنا بعافية شوية. بعافية شوية يعني ايه؟ يعني مريض، طب ما هو عافية يعني عنده صحة، لكنه يقصد المرض. يقال عن النعمة، يقال عنه بصير، مع أن بصير عكس أعمى، فيعبره بالعكس ليدل على الكلمة. وهكذا قال الله عز وجل واستخدم لفظ: وعلى الذين يطيقونه، أي على الذين لا يستطيعون الصيام فيعجزون عن الصيام لكبر سنهم فدية طعام مسكين. الله عز وجل وضح السبب ووضح الحكم، أنه عجوز وحبه فدية طعام مسكين، نطعمه مسكين عن كل يوم. وكذلك يجوز الفطر لمن؟ للمسافر الذي يسافر مسافة 85 كيلو تقريبا، وهي مسافة قصر الصلاة، فإن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. هذه رخصة خصها الله عز وجل في قصر الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر: ترخيص في قصر الصلاة وفي الفطر. كذلك يجوز الفطر لمن؟ إذا الشيخ العجوز والمسافر والمريض، والمريض نوعان: مريض يرجى ضرره ومريض لا يرجى ضرره. يعني كان المريض يرجى ضرره، يعني هيشفى المرض بتاعه لعلاج وهيشفى بكره بعد الاسبوع اللي جاي الشهر اللي جاي يرجى ضرره فينتظر الشفاء، فهذا عليه القضاء، يقضي مثلما يقضي المسافر لزوال بعدما تزول العلة، وهي المشقة للمسافر والشفاء للمريض. أما إذا كان مريض لا يرجى ضرره، أي مريض مرض مزمن عافانا الله وإياكم، فهذا حكمه إطعام مسكين، فديته أن يطعم مسكين عن كل يوم.
اليوم قياسا على من؟ قياسا على الشيخ العجوز. أما من لا يجب عليه الصيام ويجب عليه الفطر فهي المرأة الحائض والنفساء. الحائض والنفساء إذا نزل عليها دم الحيض ولو قبيل المغرب بدقيقة وجب عليها. ثم ماذا؟ ثم عليها القضاء بعدما تزول العلة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.